علاش الشباب التونسي اليوم يهرب من العرس؟ الظروف خليه تحكم، ما عادش ينجم يكري، شاريين الماء بالغالي، شاريين الذهب غالي، الطفله التونسيه طلباتها برشا، ولو يميلوا للاجانب اكثر من التوانسه. يقول لك الاجنبي ما تكلف لي حتى شيء، نربح ليس نزيد من عندي. التونسيه شيء غلي، ما عادش فهم ينجموا حتى شيء، ما عادش ينجموا رويحهم، وربي يهديهم ويحن عليهم ان شاء الله يا رب. عايشك توا قلت انت الظروف الماديه، لكن فما شكون لاباس عليه وما يحبش يعرس؟ والله شو نقول لك، هذه حاجات اخرى، يلقى معناها الحاجات اللي توالمه واللي يلقاها يلقاها في الشارع. خلي بنات اللي بنات الدار وبنات الباهين توا ما عادش لاقين حظهم رجولين. وحسب رايك انت المراه التونسيه او البنيه التونسيه اليوم تشجع على العرس؟ حتى البنات ولاو كيما الاولاد، ما عادش يشجعوا، هما بينهم ما عادش يقولوا خليني حره، ما عادش يشجعوا. ويزيدوا يشوفوا ان كثر الطلاق ياسر بصفه غريبه. وصغار يتيتمت وحاله حليله، تقول لك خليني نقعد هكا خير لي. والتهرب من المسؤوليه زعما عنده دخل؟ ثم شباب تافه وعنده يتهربوا من المسؤوليه. ثم شباب تافهين يتهربوا من المسؤوليه، صحيح هذا. والشروط نتاع البنيه اليوم ما تحسهاش مبالغ فيها تخلي الانسان او تخلي الشاب يتهرب زاده؟ اي مبالغ فيها، مبالغ. تجي للصاله بقداش، تجي للعواده بقداش، تجي للحلو بقداش، تجي شيء كبير، شيء يتكلف. انا عملوا العرس لولدي شيء كبير وشيء مهول. انت قلتي عملوا العرس لولدك، تقريبا عرس للتونسي توا عرس عادي قداه يتكلف؟ اش معناها كيفاش العادي تحب؟ يعني ماديا عرس نتاع عاداتنا وتقاليدنا، صاله وسهريه وحنه و 30 مليون. 30 مليون التونسي اليوم قادر باش يلم 30 مليون ويعرس زعما؟ اللي يخدم شهر ما ينجمش، ما يقدرش عرس ب 30 مليون ويقول لك هاني توا عندي، هاني عندي ديون وما اقدر اصرف منهم شيء، ويقول لك عندي ديون وعندي ونخلص ودار بلاش، عطينا احنا الدار وباقي. يقول لك لا مازلت توا جاي وبيبي في الثنيه. يقول لي كيفاش هذا، ويلزموا يلزموا يلزموا يلزموا. قلت له قداش تهول فيها؟ كيما كبرت انت يكبروا اولادك. علاش؟ على مادام الغنوشي فما، مادام الشباب هارب من العرس وريح نمشي وليدي توا باش ناخذ الدواء، ما نقاش الدواء، نمشي شري الدواء يعمل قيمته 100,000، وزير الصحه يخرج خليني على شباب وخليني، وزير الصحه يخرج في التلفزه يقول لك فما الدواء، وينو الدواء؟ وينو الدواء اللي فما ومتوفر؟ شنو اللي متوفر؟ الزوالي مشات حتحت. حتى اللي ياخذ زوج ملايين مشات حتى تحت الصفر، وهما شيخين وناصبين وكل. وينو هالشباب اللي باش يعرس؟ باش يعرس الشباب؟ باش يعرس؟ ها باش بالله عايش وليدي ربي يحسن العاقبه. مهل البلاد، مهل العباد، البلاد هي اما ربي هاكا خايفين من كورونا وعاملين الكلامات وخايفين، وربي ما همش خايفين منه، ما همش يعملوا في حاجات اللي ربي ينقم عليهم. قلت لي الغنوشي هو السبب بالشباب ما يعرسش، فسرها لي. مش الغنوشي السبب، هذاك تجار الدين هما اللي هلكوا البلاد من 2011 واحنا نعانيو لهذه الساعة. من 2011 يقول لك زين العابدين، لا زين العابدين والله الله يرحمه ويخفف عليه، اما من اللي دخلوا هذوما خاطر قلبوا علينا الدنيا وتجار الدين، هذايا على يد الدخله ربي هاو يوري فينا في افعالنا، هاو يوري فينا في افعالنا ربي. يعني هو عقاب رباني للشعب؟ ولسه هذاك عقاب رباني للشعب، وهاو ربي هو لطف بينا راهو. اما احنا ماناش لاطفين برواحنا، علاش؟ على خاطر شو العباد، شو الناس كيفاه تسخف؟ فما عباد ما تلقاش حتى باش تشري كيلو سردينه، والاخر يبذخ وفيك يا هاو درشنوة، هاو سي الغنوشي قاعد هو ولاد بنته يقراو في درشنوة يقراو، وصغار مساكن ما قاوش باش يقراو. علاش الشباب التونسي اليوم يهرب من العرس؟ لانه التعريف الصحيح للزواج منهار، ما المرأة، ما مفهوم المرأة. هي كلها تراكمات، كنهار التعليم انهارت المفاهيم والقيم والتعريفات الصحيحه للاشياء. اذا لهنا ولات الاساسيات والضروريات تظهر تافهه، لانه انا مانيش متكون مليح، نولي نقول سي با لابان باش نعرس. ما عادش عندي المبدا انه هي ضروريات، اللي هي نواه الحياه، انه انا زوج ومن بعد باش نولي مشروع مربي، هذا ما فماش، على ذاك المجتمع منهار اخلاقيا ونفسيا وذهنيا، وهاو نعيشوا فيه.
هنا تراكمات، وهنا راهو شوف السياسه والدوله ما تهربش من وظيفتها. وهنا من المنبر هذا ندعو السيد رئيس الحكومه باش يتلم، لان هذه علاقه تشاركيه مع كل الوزراء، ما نستثنيو حد. نرجعوا القيم نتاعنا، نرجعوا القيم نتاعنا. اجا نبدا بالقيم نتاعي ومتطور، اجا متخلق وناخذ البي سي، نلبس الجبه نتاعي وناخذ بي سي، علاش المقطع ماهوش نتاعنا؟ نجم يكون صحيح اما ماهوش نتاعنا. يعني تقول انت الشعب التونسي خرج من قشرته؟ ما فماش شعب، ما نقولوش شعب، نحن نحكيو في جذاذات منفرده، انا شعب تحكي عليه. الاسره في تونس منهار، لانه انهار التعليم، مفهوم التعليم صحيح انهار، انا نقاسيه الكل، تعبين الكل، الكل تعبين، كل وزير كشيف داجونس كالزوالي كلنا. اعطيني شكون تو في تونس يقوم ماذا به يمشي يخدم، عنده مفهوم العمل. كما قالها كما تقالت الاطروحه هذه عند ساداتنا وعند الدكاتره. ابرز ابن خلدون مفهوم العمل، هاو الطلاب وولادنا يقراوا، وين مفهوم العمل؟ فما مفهوم العمل؟ ما فماش. الكل منهارين هم يتفرجوا فيا، اولهم انت هاك قريت ومن بعد. مفهوم العمل انه انا نحب البلاد هذه اللي عطاتني، على ذاك تلقى طبيبه مشيش القفصه. على ذاك تلقى قفصي يكره تونس العاصمه. هاو كان نحبوا نحكيوا في البروفوندير.